وصفه الانجليش كيك، بس هنعملها بالشوكليت وبالفانيلا، يعني الاثنين مع بعض. اول حاجه طبعا عايزين زبده، وعايزين دقيق كوبايه ونص سكر بودره، عايزين بيكنج باودر، وعايزين بيكنج صودا. طبعا ده عامه لما بيكون فيه شويه كاكاو بنحب نحط بيكنج صودا. وعندنا 5 بيضات، وعندنا ايه تاني بس خلاص، والكاكاو طبعا. هنحط دلوقتي الزبده اللي عندنا، والزبده لازم تكون بحراره الغرفه. خلينا نطلع كمان الكريب اللي في الفرن دلوقتي اللي راح نطلعه. هنحط دلوقتي مع الزبده، بس انا دايما بحب اضربها الاول لوحدها، بس هو تقريبا ده مش راكب. متنسوش ان في كوبايه كريمه لسه هنحطها على الخليط بتاع الفراخ عندنا. هنحط دلوقتي السكر البودره ونبتدي نخلط الكلام ده كويس، وبعدين نحط البيض بقى بيضه بيضه. دايما زي ما اتفقنا لازم نشوف الجنان. كتير لزقه، كويس ان احنا شفناها لزقه جدا يعني. دلوقتي طبعا لازم نحط الفانيلا، بس هروح اجيب الفانيلا واجي على طول. ثواني ثواني، جبت كمان معايا اللي هنحط فيه الانجليش كيك، وادي الفانيلا. دلوقتي بقى عندنا البيكنج صودا والبيكنج باودر، هناخدهم كده ونحطهم مع بعض ونبتدي ننزلهم على الوصفه بتاعتنا. خلاص دلوقتي كده عندنا الكيكة تمام التمام. هنعمل ايه بقى؟ هناخدها نحطها في الصينية اللي احنا مفروض نحط فيها. بس هخلي كوباية من خليط مش هحطها. تمام تمام، هناخد بقى ده كده ونحطها هنا. لا كمان حتة ممكن. هنعمل ايه بقى دلوقتي في الشوية اللي عندنا دول؟ اهم شايفين، هحط الكاكاو عليهم، وهحط عليهم شوية حليب. انا عايزة في الاخر شوية، يعني هحط كده معلقة واشوف، انا عايزة في الاخر القوام بتاعها يبقى نفس قوام الكيكة البيضة. طبعا احنا لما نحط الكاكاو بس الخليط هيتخن، انا مش عايزاه اتخن من الخليط بتاع الفانيلا، انا عايزاه نفس القوام. فاحنا كده حطينا هنا، شوفوا ازاي تخن، لسه اتخن. هحط كمان معلقة، هو هياخد له تقريبا معلقتين من الحليب مع معلقة كبيرة من الكاكاو. خلاص كده تمام، اهي شايفين اهو. هناخد بقى من دي كده شوية ونبتدي نحط على الوش.
بس خلينا نعملها كده بالشوكة كده لخبطة خفيفة. ناخدها بقى دلوقتي هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180، وبتقعد تقريبا يعني من 45 دقيقة ل 50 دقيقة. درجة حرارة 180 من 45 ل 50 دقيقة.